التلمود اليهودي يقول ايه؟ عند اليهود الواحد اللي خلف عليه 3 حاجات مهمة تجاه ابنه. اول حاجة يختنوا في اليوم الثامن، نمرة 2 لما يكبر شوية يعلمه الناموس والوصايا بتاعت موسى، والتالت حاجة لازم يعلمه صنعة ليقوم بقوة حياته. مهما علمه وصل خد شهادات، دي ميزة اليهودي، يعلم ابنه صنعة جنب التعليم، يمشي في التعليم زي ما هو عاوز، يبقى دكتور يبقى مهندس يبقى يبقى يبقى، لكن عنده صنعة بسيطة كده عند الضرورة. في التلمود كمان يقول ايه؟ الذي في يده صنعة يشبه كرمة مثمرة ذات سياج، يعني عنده ثمر. حتى في أمثلتنا الشعبية كنا نسمع كده يقولوا ايه؟ يقول اللي في ايده صنعة تغنيه من الفقر، اللي في ايده صنعة تغنيه من الفقر. وفي التلمود برضي احد الربيين قال الذي لا يعلم ابنه صنعة يعلمه السرقة، يسرق، ممكن يسرق، عاوز ياكل، لو عنده صنعة هيشتغل بيها ويجيب حاجة بسيطة ياكل، ما عندوش صنعة هيسرق. فاحنا كل كلامنا ده عن العمل ليس من أجل الكسب والمال، احنا المال ده مش شغلتنا. في بصلية يوم الأربعاء يقول ايه؟ ليست أموال هذا العالم هي التي نطلبها، بل ايه؟ خلاص نفسنا. ليست أموال هذا العالم هي التي نطلبها، بل خلاص نفسنا، ما يهمنا خلاص نفسنا. لكن العمل ده مش عشان المال، لكن كفضيلة روحانية وتدبير رهباني أصيل، زي ما قال القديسين إذا جلست في خلاياتك فلا تفارق هذه الثلاثة، قليل صلاة، قليل قراءة، قليل عمل يعني.